للمرة الثالثة ترصد كاميرا برنامج صباحنا غير تركيب العدد الجديد من الجريدة العملاقة. هذه التجربة الإعلانية المتميزة في سوريا لتكون خلفي أكبر جريدة إعلانية في العالم. تفاصيل العدد الثالث لنتابع. تقريبا عم نخلص تركيب العدد الثالث من جريدة المكتب العملاقة، وراعينا طبعا نحن هلا الاشياء الفنية شوي، مادة الفليكس عم بتكون شوي امتن مشان الرياح مثل ما شفنا الفترة الماضية، حتى التربيط عم بيكون اقوى مضاعف يعني لحتى ما يصير في اي حادث او اي شيء. بهمنا اول شيء سلامة المارة بالشارع قبل ما يكون سلامة الجريدة نفسها، فهذا اخذناه كثير بعين الاعتبار. تعبنا شوي على موضوع اللون أكثر والمتانة مشان كمان ما تتأثر بالأحوال الجوية من مطر أو أي شيء تاني مثلا. لا حافظنا على نفس الحجم لأنه شفنا من العدد الثاني أنه هو هذا الحجم المناسب تماما بالنسبة لكتلة الأوتيل وبالنسبة للرؤية وتجميع المواد بقلب الجريدة. يعني طبعا صباحنا غير هاي العدد الثالث معنا هني من أول عدد والثاني بإطلالة كتير حلوة بإعلان مميز لألون دائما، وكل مرة عم نختار مكان كتير حلو، كل عدد بعد عدد عم بينشهر أكثر سواء كان للجمهور عامة أو للمعلن نفسه اللي هو مهتم بهذا الموضوع. عم بيصير في وعي أكثر لهذا المنتج، هلأ صار في عنا معلنين أكثر وعم بيطلبوا أكثر، وفي حتى في ناس التزمت معنا للعدد الرابع من هلأ